الشباب الفريق هنا. الساعة السادسة مساء تم غلق جميع الصناديق بالوقت واحد، بعدها سيكون هناك إرسال للنتائج عبر الأقمار الصناعية. الحمد لله والشكر الأجهزة عملت بشكل جيد منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السادسة، الشرائط كلها انجمعت من هذا المركز، لم يحدث ما حدث في التصويت الخاص، وهذا فعل جيد إن شاء الله. ننتظر بعد هذا الأمر العد والفرز اليدوي، ومن ثم نعلن عن نسبة التصويت. العد والفرز سيكون في كل مركز، في كل محطة، في كل محطة هناك عد وفرز إلكتروني وعد وفرز يدوي ما بعد الإرسال عبر الأقمار الصناعية. هذا الشيء أكيد الموجودين الوكالة الكيانية السياسية ومراقبين وأيضا الإعلام. المشاركة تقريبا، والله الشيء اللي شفناه يعني امامنا بالساعات الاخيره ان هناك اقبال جيد من قبل الناخبين، نتامل انه تتضاعف النسبه اللي حصلت في الظهيره.